قال مدير مكتب الخدمة المدنية بمحافظة مأرب سعود اليوسفي إن المكتب يستقبل الموظفين النازحين من مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية واعتماد بياناتهم لطلب مرتباتهم من وزارة الخدمة في عدن. وذكر اليوسفي ليمن شباب أنه تم تجهيز العلاوات لموظفي المحافظة بشكل عام، وتم استكمال تجهيز العلاوة 30% من الزيادة لجميع مكاتب المحافظة. تم استقبال عدد من الموظفين النازحين من المحافظات المسيطرة عليها من قبل الميليشيات، وتم التعامل معهم وإرسال طلب مرتباتهم من وزارة الخدمة المدنية والمالية في عدن. كذلك تم تجهيز العلاوات لموظفي المحافظة بشكل عام. كذلك تم متابعة الأخ المحافظ بشأن